اللي بيحصل في سوريا واللي بيحصل في تركيا فاضح لأردوغان. تعالوا اسمعوا شهادة واحد سوري من اتضرب وتعرض للإذلال على إيد إخواته الأتراك. نحن هون في حالة تعيسة جدا. أنا أولادي اللي تعرضوا له اليوم سوى الأولاد اللي تعرضوا له الليلة هاي والليلة الماضية أسوأ من اللي تعرضنا له في سوريا، لأني رعب، يعني رعب بشتى الوسائل. بتمنى منكم، أنا مالي ثور لا عند الأتراك ولا راح أشتكي ولا بدي شيء. ضربونا، كسروا البيت علينا، وكانوا راح يلبوا البيت. طبعا أنا بعرف إنه لا الدولة إلها رضا ولا الشعب الطيب إله رضا ولا حدا إله رضا، هاي كلها شغلات فتنة. أنا بتمنى إنه توصلوا صوتي، لأني أي أب بده بالنهاية يطلع يدافع عن أولاده. هدول الأولاد لو تشالفين علينا نار بدنا نطلع ندافع عنهم حتى إذا بدنا نموت. فبتمنى توصلوا صوتي أي على الإعلام يوصلوا صوت لهالشباب لهالفايرين إنه نحن ما لنا، نحن كلياتنا مسلمين ولا لنا مصلحة في قتل الجنود الأتراك. والله حزنانين أكثر منهم، أقسم في ذات الله حزنانين أكثر منهم، بس ما طالع في إيدنا شيء. نحن إذا لجأنا لشعب مسلم مشان يحمينا ويحمي أعراضنا، ما لجأنا لشعب مشان يحاصرنا في بيوتنا أكثر من العالم في سوريا ما يحاصروا هيك. أنا صلي يومين، صور أبو علي هذا الزلمة صهري عاجز، طلعوا إجره مقطوعة، امبارح تعرضوا له في الشارع وضربوه، وهي ضربة عينه، وهي الزلمة عاجز فرجيهم إياه، وهي ضربة إجره الثانية هون مشان ما نقل الأدب، يعني من دور نصور زلمة لأني شارح. يا شباب يا إخوان وصلوا لنا صوتنا إنه نحن قسما بالله مع الشعب التركي ومع إخوتنا الأتراك وحزنانين على حزنهم وأكثر منهم وعزيناهم. ما في داعي لهالاعمال العنف تجاهنا.